اللهم لك الحمد على رزقك أفطرت بك آمنت وعليك توكلت اللهم تقبل صيامي بسم الله. الدعاء المشهور اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت غير صحيح، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب شو الصحيح؟ الصحيح أن تقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، هذا الصحيح. طيب متى نقول هذا الدعاء؟ قبل الأكل ولا بعد الأكل؟ الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه يقول تقول هذا الدعاء بعد ما تفطر، يعني تقول بسم الله تاكل تفطر بعد ما تاكل شوي، يعني تقول الدعاء ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. طبق الشيء هذا وانشره ولك الأجر عند الله. بسم الله ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله.